والله حضرتك يعني حاليا ممكن نقول يعني أفشة أو زيزو، يعني وأفشة لأن أفشة برضو يعني كل شوية بيترقب بالمستوى بتاعه، بس هو عايز فرصته صراحة يعني. وزيزو برضو ما شاء الله عليه يعني، ما يعني أعتقد إن نجم النجوم الموجود برضو في مصر برضو، فهم دول إن شاء الله يتألقوا في مع المنتخب إن شاء الله. مهاجم فيوتشر أحمد عاطف هيبقى مفيد جدا للمنتخب. بص حضرتك انا اهلاوي لكن بحب زيزو، وده اللاعب الوحيد اللي في مصر اقدر اعتمد عليه في المنتخب في الفتره دي والفتره الجايه مع كابتن ايهاب جلال، وربنا يوفق كابتن ايهاب جلال، احنا نتمنى له الخير يعني. هو ان شاء الله ناصر ماهر بتاع فيوتشر تالق ان شاء الله، ويحاولوا يفرحونا بقى المره دي. ما هو انت منتخب لازم يمسكه واحد مصري، بس انت كمدرب اجنبي مش هيبقى فاهم زي المدرب المصري. احمد سيد زيزو طبعا بالزمالك، وان شاء الله يعني متعشمين في ربنا خير انه يبقى يعمل لنا نتائج حلوه في المنتخب مع الكابتن ايهاب جلال، وربنا يكرمه. في وجهه نظري من احسن لعيبه في الموسم ده عمرو السوليه ومحمد الشناوي حارس مرمى وزيزو من زمان. اعتقد انه ممكن يكون برضو زيزو، وغالبا يمكن محمد شريف. محمد سيد زيزو لعيب جامد، ولعب في كل يعني وظفه كذا مركز يؤدي فيه، ولعب يفيد وعنده سرعات وعنده لياقه بدنيه، ولعب هيفيد الكابتن ايهاب جلال يعني. اكيد طبعا هيكون ليه دور جامد جدا مع ايهاب جلال، وهو طريقه لعب ايهاب جلال برضه بتعتمد على سيزيز، هيظهر اكتر في طريقه اللعب بتاعته. محمد شريف لو كان هيكون ليه دور في مع المنتخب ان شاء الله اتمنى له يعني التوفيق يعني، لان شايفه انه ما خدش فرصته مع كروش، وان شاء الله لو كابتن ايهاب جلال ضمه للمنتخب هيكون ليه دور كبير يعني مع المنتخب ان شاء الله. محمد شريف لاعب النادي الاهلي، اتمنى يعني هو انضم للمنتخب المصري. والله طبعا هو الولد لمساته حلوه وفنيه وما خدش فرصته طبعا في البطولتين اللي عدوا، ادي حاجه. والحاجه الثانيه حضرتك يعني اللي هو يعني هو بس عايز فرصه كبيره مع الكابتن ايهاب جلال ان شاء الله، نتمنى له التوفيق باذن الله.